الصغ. واحد بيقول اريد ان اسأل عن عيد القيامة اللي في الغرب عيدوه خلاص، وطبعا اكيد صلوا في القداس، فهل نور قبر المسيح وظهر في عيدهم خلاص ام سيظهر؟ وهل الكنيسة ما تزال ترسل؟ شوف يا ابني، اولا اللي في الغرب ما بيصوموش الصيام الكبير زينا، باقصى ما يمكن الاربعين يوم، احنا بنصوم 55 يوم، ادي فرق. وعيد الميلاد عيدوه قبل مننا بحوالي اسبوعين برضو، فرق من 25 ديسمبر ل 7 يناير، ففي فروق موجوده. وفي اختلاف كمان في التقويم. لكن على اي الحالات، على حسب قانون مجمع نيقيا المقدس المسكوني، اول مجمع مسكوني في العالم، حضروا 318 من رؤساء الكنائس وابائها وتركبتها، قالوا ان عيد القيامة يحدده كرسي الاسكندرية، لان كانت مصر مشهورة جدا بنبوغها في علم الفلك. بالنسبة لمدن العالم في ذلك الحين يعني، ودي ما تزعلكش يعني، انت خلينا ماشيين على الطقس بتاعنا، وهم يعيدوا منين ما يعيدوا. كل شيخ وليه طريقه.